الاوردر منين؟ مش عارف، بس ممكن اتصل بيهم. لا 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 ولا اتصل يا حبيبي. بابا جه. ايوه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اتفضلوا. اتفضل. معاكم ياسر، مدير عام بابا جه، مستر هشام رئيس مجلس الإدارة. أهلا وسهلا. في الأول حابب أعرفكم إحنا ليه قبلنا ريكويست زي ده. أولا المكان ده أنا يعني فخم جدا وما كنتش أحلم إن أنا أجي هنا بصراحة. ثانيا الأكل أكيد هنا فاتورته برقم أهلي ما يحلموش بيه. بس الحقيقة إحنا قلنا نيجي ننسق معاكم بنفسنا، لأن للأسف الأباط عندنا كلهم بيلعبوا مع أولادهم دلوقتي. ايوه بس احنا كنا محتاجين نشوف الابهات عشان نختار اب مناسب لنيلي. هي نيلي كام سنه؟ انا مضيفه الطيران. اه ما شاء الله ما شاء الله. طب حضرتك عايزه اب ليه؟ انا ونيلي فرحنا بكره و قول لهم يا علاء ما تتكسفش، محتاجين اب ليها في الفرح. اه انتوا عايزين باكج ابو العروسه، بس ده هيكلفكوا كتير. مفيش مشكلة خالص. بس يا حبيبي بس وحريك يعني ايه عايزة اب؟ هو انت مقاطعة اهلك؟ وهقاطعهم ليه؟ هو انا بعمل حاجة غلط؟ وبعدين ما بلاش العلفطة دي بقى. ما بلاش اللون ده معانا. راح تتعب قوي ويانا. ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا؟ ما بلاش. بس يا بابا بس. ايه ده يا نيلي؟ ما تعصبيش نفسك يا حبيبتي. انا هكون صريح معاكم. يا ريت. هو الموقف يبان غريب شوية، لكن احنا غرضنا في الاخر ان احنا نتجوز، وطبعا برضا اهلي واهلها عشان يكون كلامي واضح. انا ونيلي اتقابلنا في رحله الطيران من 4 شهور. من اول نظره كنا عارفين ان احنا هنكمل طول العمر مع بعض. نزلنا على لندن وعرفتها على بابا وماما وباركوا الجواز. بعدها على طول رجعنا على حجر زغلول، تعرفت على اهلها وكتبنا الكتاب. لا معلش بس عشان انا سرحت منكم، مين زغلول اللي انتوا كتبتوا الكتاب على حجره ده؟ ما بلاش بقى شغل الناس الكلاس ده. ايه عمرك ما رحت حجر زغلول؟ دي منطقتي. انت من حجر زغلول؟ ايوه. تعرفي الولا حماده بني؟ ده شقي ده. قولي له ياسر العبيط. حاضر هقول له. على فكره هما لاقيين اكتر على بعض، حضرتك غريب جدا على الجوازه دي. بالعكس ده هو ده اللي محببني فيها. وعلى فكره كل حاجة كانت ماشية زي الفل، مكانش فيه أي مشاكل، وكنا محضرين كل حاجة، وأبو نيلي وخلانها وعمامها كانوا محضرين نفسهم عشان يحضروا الفرح. لولا يعني حصل سوء تفاهم بسيط بينهم وبين الحكومة، واتقبض عليهم كلهم الأسبوع اللي فات. كلهم؟ الأغبياء وزعوا البضاعة على بيوتهم كلهم. معلش يا حبيبتي. ومفهوم طبعًا إن البضاعة دي مش بن. وحضرتك مش شايف ان دي اشاره من ربنا انك تخلع؟ هو انت بتوشوشه تقول له ايه؟ تعالى يا ياسر خش معايا. محدش بيختار اهله. وبعدين انا مش فارق معايا اي حاجه في الدنيا غير ان افضل انا ونيلي مع بعض. احنا هنفضل كده. ممكن نرجع بس عشان ضهري قافش. اتفضل اتفضل اتفضل. المشكله بقى ان الفرح بكره، وانا قرايبي جايين من كل حته، من سنغافوره ومن لندن ومن كاليفورنيا، وانا مش هعرف الم اللمه دي تاني. فانا الحقيقه رحت زرت حماية امبارح في طره، واستاذنته اني اجيب حد يعمل دور ابو نيلي في الفرح، وهو ما كانش عنده اي مانع. حضرتك ما حطيتش احتمال ولا 1% ان احنا يبقى عندنا مانع؟ ليه يبقى عندنا مانع ليه بس يا اتش؟ اقصد يا مستر اتش. يبقى عندنا مانع ليه؟ انت مش شايف الاكل اللي على السفره قد ايه؟ امال بوفيه الفرح هيبقى شكله عامل ازاي؟ هو انت يا غبي ما بتفكرش غير بمعدتك؟ تقول لك اهلها كلهم مقبوض عليهم. طب ما ده في مصلحتنا، يعني البوفيه هيبقى فاضي وهنقعد ناكل براحتنا. طب ايه رايكم ناكل ونهضم كده الموقف مع بعض عشان تعرفوا تاخدوا قرار صح؟ والله العظيم العريس ده بيقول كلام زي الفل. يلا بسم الله. ايه اتفضلوا. مش هتشرح لنا بقى ال يشرح لك الاكل، هيشرح لك الاكل. عايزيننا بكره امتى؟ الصبح بدري عشان نجهز للفرح، كوافير بقى وبدلة والحاجات دي. المهم احنا عاوزين نشوف صور الأبهات، عاوزين ننجز كده. لا ما مفيش أبهات. قلت لك يا علاء دول شوية نصابين، دي صفحة نصابين أصلا، ما كناش طفحناهم الأكل ده كله. احترمي نفس حضرتك، صفحة بابا جه موجودة، بس أنا الأب الوحيد اللي فيها. أيوه بس أنت شكلك صغير قوي على إنك تبقى أبو نيلي. ما أنا عشان كده بقول مش هينفع. لا هينفع،
انا هكبره لك شويه ابيض على الشعر مع نضاره هيشتغل على قد الساعتين اللي انت عايزه. ايه القرف اللي بيطلع من بقك ده ياسر؟ انا مش مستريح. ايه رايك يا نيلي؟ مش بطال هو، بس لو ياخد غرزتين هنا هيبقى الخالق الناطق ابويا. انا مش هاخد غرز. ما بتفكروش يبقى معاكوا ابن خاله العريس، ابن عمه العروسه، حد كده يسوشيالايز مع المعازيم ويعمل نوش؟ فكره حلوه قوي وهتخلينا نتصدى اكتر. الفكره الحلوه دي هتخليكوا تدفعوا زياده 20%. اتفقنا. ايه يا زغلول، في ايه؟